أهلا بيكم في مجلات الحياة. هو المعلم طربقها الجزار في مسرحية المتزوجون، وكريم في مسرحية سك على بناتك، واتشهر بجملة عبد الموجود موجود، وعلق دوره مع الجمهور على الرغم من المشاهد القليلة اللي قدمها. هو الطبيب البيطري زكريا موافي اللي بدأ حبه للفن والتمثيل من طفولته. تابعونا لمعرفة حكاية عن حياته وقصة تحوله من طبيب لفنان وسبب طرده من المنزل. اتولد زكريا موافي في القاهرة يوم 9 فبراير سنة 1936، وكان متفوق في الدراسة والتحق بكلية الطب البيطري، ولكن لقب دكتور ما قدرش ينسيه حبه للفن، فكانت الجامعة ومسارحها هي مدخله لعالم الفن. وبدأ مشواره الفني أثناء دراسته في الجامعة من خلال فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ودخلها بدون علم والده اللي كان رافض دخوله الفن، وكان بيتمنى يشوفه دكتور بيشتغل في وزارة الزراعة، وكانت الفرقة بمثابة تذكرته لدخول عالم الفن. وقدر موافي يحقق حلمه ويثبت موهبته ما بين السينما والمسرح، وعلى الرغم من انه كان من اصحاب الادوار الثانية في السينما، الا انه كان واحد من المؤثرين والمعروفين عند الجمهور، وشارك مع الثلاثي الكوميدي مجموعة اعمال فنية منها مسرحية حواديت وفندق الاشغال الشقة. ولكن حصلت أزمة كبيرة في حياته بعد ما عرف والده دخوله الفن، وصلت لطرده من المنزل، واعتبر دخول ابنه الفن عار على أسرته بالكامل، فتدخلت والدته وحاولت تصلح بينهم، وبالفعل قدرت تقنع والده إن زكريا هيوافق بين عمله كطبيب وعمله كفنان. ولكن بعد تخرجه قرر ترك مهنة الطب ومدير شركة المصرية للحوم واتجه لعالم الفن، وقدم مجموعة مسرحيات، وكانت منهم مسرحية طبيخ الملايكة سنة 1964، وهنا كانت بدايته الحقيقية، وشارك بعدها في مسرحية أنا فين وانتي فين سنة 1965 وتوالت أعماله. واتجه موافي للعمل مع الفنان القدير فؤاد المهندس اللي قدم معاه أكتر من عرض مسرحي، وكان بيميل للكوميديا على الرغم من ملامحه الحادة وضخامة جسمه اللي ما توحيش أبداً إنه شخصية كوميدية، ولكنه قدر يحقق نجاح كبير من خلال الأدوار اللي قدمها. فشارك فؤاد المهندس في مسرحية سك على بناتك وعدد من المسرحيات، وما زالت الإفيهات اللي قالها في المسرحية بيرددها الجمهور حتى الآن. وقدم أعمال مع سمير غانم، مشارك في الفترة الأخيرة من حياته مع الفنان محمد نجم في مجموعة عروض مسرحية منها إعقل يا مجنون ودول عصابة يا بابا. أما آخر أعماله الفنية فهو فيلم الدنيا على جناح يمامة سنة 1988، وحكى الفنان الراحل سمير غانم أثناء استضافته في برنامج بيومي أفندي عن بعض المواقف اللي مر بيها على المسرح مع الفنان زكريا موافي، فقال إن في أحد المسرحيات ضحك زكريا موافي بشكل طفولي على أسرة جالسة في الصف الأول، فتسبب في إحراج كبير ليه، وأكد إن عمره ما هينسى دخلة موافي للمسرح بالأبواب في مسرحية موسيقى في الحي الشرقي. وانتقالا لحياته الخاصة، فعشق موافي فنانة مشهورة وصرح لها بحبه، ولكن فوجئ برد فعلها الغريب فانهارته وقالت له إنها مش بتحبه، وتسبب الموقف بدخوله في أزمة نفسية صعبة استمرت لشهور. وبعدها تزوج من سيدة خارج الوسط الفني وأنجب منها 3 أبناء وهم أحمد ومحمد وسهى. وفي يوم 2 يونيو سنة 1988 توفى الفنان زكريا موافي عن عمر يناهز 52 سنة بعد إصابته بأزمة قلبية حادة، وترك وراءه أعمال خالدة حتى وقتنا هذا. بكده يكون الفيديو انتهى. اكتبوا لنا في التعليقات أكتر إفيه حبيتوه للفنان زكريا موافي، واستنونا فيديو جديد مع مجلة الحياة.